أهلا وسهلا بتابعيكم يا لايك كل مكان، معكم مصطفى الشعيب صحفي للقاهرة 4. معانا النهاردة الفنانة الجميلة منى بطلة مسلسل الحد المتولي اللي أظهرتنا بدور هولفر اللي كسرت الدنيا في 2001، وكان آخر أعمالها على الشاشة في 2019 بمسلسل الدخول ممنوع. هنعرف مع بعض النهاردة سبب غيابها عن الشاشة وإيه حالتها الفترة اللي فاتت، وهنعرف كمان كواليس لأول مرة هنعرفها من على لسانها من مسلسل عائلة الحاج متولي تابعوا معانا، وهنعرف كمان قصة خطيبها الأولاني وسبب وفاته، وهنعرف كل التفاصيل مع فنانتنا الجميلة منى. أهلا بيك يا فنانة. أهلا بيكم بكل مشاهدين، أهلا بيكم كلكم، وحشتوني. كلمينا كده عن غيابك الفترة الكبيرة دي، يعني كنت بأبهرني دايما بمسلسلاتك الجميلة ومشاهدك الجميلة، مرة واحدة اختفيتي، ما بقيتيش زهرانة في الوسط أو في الدراما عامة. الحقيقة أنا ما اختفتش غير عن الجمهور اللي بيشاهد الدراما، لكن المسرح بالنسبة لي كنت موجودة فيه بشكل قوي جدا الحمد لله، ويحسب ليا. قدمت في المسرح لأني معينة في المسرح قومي، قدمت كل سنة كنت بقدم عملين، بغني وبمثل وبقدم استعراضات فيهم، ووفقت فيهم جدا الحمد لله، ومع نجوم كتيرة جدا، وكنت بقوم ببطولات مسرحية غنائية الحمد لله، إلى جانب الشكل الأكاديمي اللي أنا بحبه جدا وحبيته أكتر بالورش الفنية اللي بقدمها لشباب مصر وشباب الوطن العربي حاليا، لأن الموضوع الحمد لله بقى من مصر للوطن العربي. اهتميت بالفنان الشامل، واهتميت بالدراسة الأكاديمية ازاي نقدم مسرح غنائي متخصص يوازي حقول برودواي، حقولها بقوة قوي، ان احنا عندنا مواهب فنية قوية جدا وعندنا اصوات قوية جدا وفنانين شباب جمال جدا. فكنت الحمد لله انا والقائمين على الموضوع معايا من دكتورة نجاة علي، الاستاذة دكتورة مجد عبد السميع، عميد معهد العالم للموسيقى العربية الاسبق، المنتج ممدوح يوسف، شعبة المنتجين العرب دكتور ابراهيم ابو ذكري، كل ده كان دعم منهم كبير قوي انهم يقفوا جنب جمعية الحفاظ على المسرح الغنائي اللي انا اسستها بقيادة الفنانة القديرة عفاف رشاد، وده اللي خلاني ابعد عن الشكل الدرامي اللي الناس كلها بتحبه والناس كلها متوقعاني فيه. لكن اختفاء او غياب لا ما حصلش الحمد لله، باخد وجبة دسمة كويسة جدا، والده سامع اكتر لما اشوف ولادي اللي هم الشباب الجميل. لكن زي ما بقول لك كمان في حاجه مهمه قوي، بيقول لك مصر بلا شباب يعني جسد بلا روح، فانا بحب قوي المثل ده. فالحمد لله الشباب شباب مصر الجميل معايا في ورش المسرح الغنائي بيقدموا شغل جميل، واتمنى يا رب ان انا اكون وفقت. وفرق كتيره قوي المسرح الغنائي قدمتها عن طريق وزاره التربيه والتعليم، فرع اسكندريه قدمنا لهم، والمحافظ سياده المحافظ الحمد لله بشكره كل لقاء وبقول له شكرا لدعم معاليك لورش المسرح الغنائي. مدير الادارات التعليميه اللي عندنا في اسكندريه كان بوش كبير قوي جدا للولاد دول، الى جانب تم عمل صف تاني بالاساتذه والمدرسين اللي موجودين في الادارات التعليميه لورش المسرح الغنائي وولاد المسرح الغنائي وفرق المسرح الغنائي، ثم وزارتي الثقافه ووزاره الشباب والرياضه اللي الحمد لله ادرك المسرح الغنائي بشكل قوي جدا وفي ابداع. وانا قدمت ولاد خدوا مراكز كبيره جدا، وكنت ساعات اقوم بقياده الاوركسترا، وده كان شيء غريب جدا. انا بالمناسبه عايزه اقول الموضوع ده انا اول مره اقوله، كان في مسابقه ابداع وكانوا الولاد ولاد الجامعه اللي انا بدرس لهم معايا، وكان في مايسترو المفروض ان هو يكون موجود معانا، حصل له ظرف اليوم ده كان صعب جدا. احنا واحنا رايحين اللجنه لقيت المايسترو مش موجود، بنتصل بيهم حصلت حادثه، كان الموسيقار هاني شنوده حبيبي الله يكرمه، وكان هو من في اللجنه لجنه التحكيم، عمل حاجه جميله قوي وانا طالعه على الستيج بيقدموني عشان اقود الاوركسترا، وانا عمري ما قدت اوركسترا، بس طبعا عشان انا بدربهم فاهمه الحمد لله ومتخصصه نوعا ما. لقيته بيقول ايوه يا منى مكسره الدنيا. عايزه اقول لك انا في الحقيقه كنت حاسه كده ان انا غصب عني برضو بتحصل لي الرهبه، يعني بمثل بغني
لازم يبقى عندنا الرهبة مهما نكون ان احنا عندنا الثقة. يعني لكن بعد كل السنين ديت لسه لازم كلنا كل الفنانين كده يعني دي حاجة موجودة. ده طبعا بيتم معالجته ونقدم الورش لمعالجة الخجل ازاي وقصص كده جميلة. فالموقف ده تحديدا انا حالا على الهواء المايسترو مجاش، يا نهار ابيض مين هيقود الاوركسترا. فكنت متوترة جدا اول ما قال لي مانيا مكسرة الدنيا، انا ما اعرفوش شخصيا بس هو عارف مانيا. لا مانيا مكسرة الدنيا، طلعت قدت الاوركسترا شكرتهم كلهم وكان يوم جميل قوي والحمد لله خدوا مراكز كويسه الولاد. وانا ده قد ايه مش قادره اوصف لحضرتك، بيحسسني بحب شديد وبيحسسني ان انا بقدم رساله اتحاسب عليها. في مليون حد شبه مونيا واحسن من مونيا بيمثل، انما مين اللي تعدهم بيقدموا رساله فنيه هادفه لرساله مسرح غنائي تحديدا استعراضي بنقوم بتقديمه بشكل متخصص ان احنا نوصل للبرودواي. نقدم الاوبرا الميوزيكال الشكل ده وبامكانيات بسيطه. والحمد لله في دعم كبير جدا جدا. قناه السي بي سي دعمت الولاد دول قريب وانا معاهم في اللقاء. برضو وعدوني ان هم ليهم لقاء ليهم وتواصلوا معاهم، صدى البلد تواصلوا معاهم، الاي تي سي تواصلوا معاهم، بعض رجال الاعمال ابتدوا ان هم يتصلوا ويتواصلوا ان هم عايزين يقفوا جنب الولاد دول يعملوا لهم بوشنج ان هم يعملوا زي فريق اشرف عبد الباقي وزي الفرق اللي المفروض يتم الاهتمام بيهم. حاليا كمان انا النهارده كنت في الحوار الوطني لاني رئيس لجنه الفنون في الحزب الجيل الديمقراطي تحت قياده ورئاسه الاستاذ القدير ناجي الشهابي. والحمد لله النهارده عرضنا الحفاظ على الهويه الوطنيه من خلال القوى الناعمه والاعلام. فالحمد لله الموضوع ده اللي شاغلني وشاغل وقت كبير، والحمد لله 7 أو 8 سنين قدرت ولادي يكبروا شويه ويبقوا هم نفسهم اللي بيدربوا الولاد التانيين، فاقدر بقى اتفرغ شويه واقدر ان انا اوصل لكم عن طريق دراما. حابين تشوفوني في دراما. وعلى فكره عايزه اقول حاجه غريبه مش عارفه ده وقتها ولا لا، يعني موضوع خطيبي ده الله يرحمه، 2 كلموني علشان عايزين يكتبوا قصه الموضوع اللي انا حكيت فيه وبحكي فيه بالعادي يعني مش قصدي مش قادره احكيها، يعني احكيها ازاي؟ بقول لك قالوا لي احنا عايزين نعملها قصه حقيقيه حصلت، وقصه قد ايه دخلت في المشاعر وقد ايه الناس يعني حابين يعرفوا تفاصيل. سؤال يعني الناس دلوقتي لو اشمعنى بعد كل ده، اشمعنى بعد فتره. عمري ما نسيت، عمري ما نسيت، مفيش اشمعنى. الحب عمرك ما بتنسيه، يعني ده اللي انا اكتشفته. بصي هو لما بيحصلش نصيب خلاص انت بتعملي ايه؟ ما انت اتجوزتي فخلاص انت بتكوني زوجه وام كمان بعد كده، فبتكوني مخلصه جدا. انا انسانه مخلصه جدا وانسانه الحمد لله ما بعرفش اقول لك وهي مش لازم ابقى مخلصه معاكي، لازم ابقى مديالك كل حاجه صادقه فيها، ما بقدرش اتغير. لكن النصيب لما حصل خلاص اتجوزت وحمدت ربنا واتجوزت، لكن عمري ما نسيت ولا هنساه ومش هيتنسي. الحب ده ما يتنسيش ابدا ابدا. كان ايه يعني كان بدايه حبك وكان سبب ايه؟ في حفله، انت متخيل تعرفت في حفله. والغريبه اللي انا مستغرباها لما بقعد كده اراجع ذاكرتي كتير حتى واحنا مخطوبين، انا عيله صغيره عندي 23 سنه 24 سنه وقتها، الكلام ده قبل الحاج متولي على فكره، قبل الحاج متولي بحوالي 3 سنين تقريبا. خطبنا 3 سنين، فكان دايما يقول لي يا اقنعك يا تقنعيني. فانا بتفكيري وبمخي انا فاكره نفسي شاطره، وكان بيحبني اكتر ما بحبه بالمناسبه. اتاريني كمان انا بحبه جدا وانا مش حاسه بده برضه، لكن المواقف والحياه اكدت لي ده. يا اقنعك يا تقنعيني. فانا شاطره قوي جوايا كده سن 23 24 سنه، عمال اقول لنفسي هنا ايه اللي اقنعه يقنعني؟ انا اللي اقنعه. كنت حاطه جوايا القوه ان انا اللي هقنعه. واستغربه عرفني في حفله وكل حفله يامنها لي. مره التيكت بتاع الحفله كله اشتراه، عملوا تيكت تاني، اشترى كل تيكت، كل تيكت الحفله، عملوا تيكت في نادي من نوادي اسكندريه عمله لوحده. كان دايما بيدعمك. بقول له انت بتعمل كده ليه؟ قال لي انا عايز اخليكي ملكه. قلت له طب ما انت بتقولي بعد كده سيبي. قال لي ايوه انا هخليكي تسيبي، انا هقنعك، مش عايز انا مش. بس كان دايما عنده طول بال غير عاديه، لانه يعني هو في حاجه ازاي كان بيدعمك حفلاتك هو ده اللي كان بيجي. كنت بقول لنفسي ايه ما هو يقنعني انا اللي هقنعه. انا الاشطر. انا
وكنت بقول له وكنت بيقول لي صوتك حلو وغني لي لوحدي انا عايز اسمع صوتك. كان يطلب اغاني وهو في الحفلات مني وانا بغنيها. وكان بيجيب لي حفلات حلوه جدا بره مصر بره مصر. يعني انا فاكره في حفله من حفلات جبالي في اليونان وانا عيله صغيره مع حكيم. انت بتعمل كده ليه؟ انت مش موافق؟ قال لي اه مش موافق بس انا شايفك بتحبي الموضوع ده جدا وانا عايزه ابسطك. بس يوم ما هنتجوز مفيش الموضوع ده. قال لي انتج لك فيلم؟ انت عايزه تطلعي في السينما؟ انت عايزه؟ قلت له لو انتجتني فيلم انا مكمله برضه. انا اضحك عليك اصحابي كنت لما كنت احكي معاهم يقولوا لي ما كنت يقولوا له اه خلاص. قلت لهم اقول له اه ايه انا ما اقدر انا اقول اه يبقى اه لا يبقى لا ما ينفعش. انا كنت عايزه اقنعه. فلا هو كان حد فوش وراجل ما يتسبش. بس الغباء السني والعمري في الوقت ده وكان في دعم فيها كبير جدا مع يعني معنوي ومادي واكرامي وكان في كل حاجه. لكن ايه اللي وصل للانفصال؟ انت عارف الدعم المادي لحد النهارده موني عايشه دي. انت عارف ان الراجل ده خيره عليا لحد النهارده وانا مش بخجل اني اقول خيره عليا للنهارده والاخر يوم في عمري اكيد خيره هيبقى عليا. لانه كان دايما يقول لي انا بتبسط بيكي قوي قوي لما بلاقيكي بهديكي وبعمل لك حاجه بتحافظي عليها. وانا بحس اني بحاول ان انا اعمل لك اللي انت تقدري تامني نفسك في الحياه منه. قولي تاني سؤالك معلش انا صراحه. هو انا عملت حادثه موت. كنت رايحه كنت في مهرجان السينما ودايما انا اللي بغني في مهرجان السينما. كنت وقتها في اسكندريه في شيراتون المنتزه واي شيراتون في الدنيا في مصر كان بتاعه. يعني هو كان حد من دوله عربيه فكانت الدنيا عنده اي شيراتون في الحياه. هو كان بيعشق شيراتون اي شيراتون حتى بره مصر. فكنت بغني في حفله مهرجان السينما وشافوا بيشوفوني كتير وبأستاذ في صنادة كل الناس. كان ساعتها الاستاذ سيد رازي قال لي انا عايزك في عمل وانا بعشق المسرح الغنائي. قعدت كده اتكلمت قلت له بعشق المسرح الغنائي وقابلت بليغ حمدي وحب قوي المسرح الغنائي. قال لي انا هاخدك في المسرح تعالي ونتقابل. اليوم ده اللي عملت فيه الحفل. اليوم ده انا شفت الموت بعيني. الحمد لله ربنا نجاني احمد واشكر فضله الحمد لله قوي. على فكره كان قبل حاجه بتقول لي الناس كلها عارفاني. انت عارف انت العربيه بتاعتي اتقلبت 3 مرات قدام عينيا شفتها. وكنت من حب ربنا فيا ان انا لما شفتها بتقلب 3 مرات انا صاحيه وعلى ظهري اتقلبت من الصحراوي على ظهري كسر ظهري كسر. كانت خطيره جدا يعني. كل الناس رايحه جايه على الصحراوي. تخيل يقول لي عربيه مونيا لان كانت شهرتي وقتها حلوه جدا في اسكندريه وما كانش فيه بقى تلفزيون زي تلفزيون قنوات اللي هي فيها دراما والكلام ده. كنت بس في قناه 5. حتى بعد المسلسل عشان نظل ولا قبل المسلسل؟ لا 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 قبل المسلسل. بقول حياتك قبل المسلسل قبل. الحمد لله انا فندم قبل ما اشارك في الدراما تماما. فانا بعشق المسرح الغنائي. قابلت بليغ حمدي وهو اللي اكتشفني هو اللي حببني في المسرح الغنائي ورسالته للمسرح الغنائي. فشفت سيد راضي والممثلين بتاعنا. بحب المسرح الغنائي. سيد راضي الله يرحمه كان حد جميل قوي 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 وكان داعم لكل المواهب ومثقف وحد جميل. حتى مراته اتصاحبت عليها وست جميله قوي. قال لي تعالي يا مونيا. اليوم ده انا روحت سافرت اتقلبت بيا العربيه. اليوم ده كان مدير اعمالي جاي معايا اعتذر. قلت له الحمد لله ان انت اعتذر ربنا بيحبك. المهم الحادثه دي اثرت على الكسر قوي جدا. انا حادثتي كانوا دايما بيقولوا لي النخاع الشوكي كان لمسه الكسر اللي في العمود الفقري. كان ده ممكن يقطع فجاه. شوف ربنا. كانت شبه حادثه شريهان لان ساعتها كان دكتور جراح كبير جدا مخ واعصاب. هو جابولي وجاب لي كونسلتو دكاتره كبير جدا من بره مصر ومن جوه مصر وحاول باستماته ان هو يخلي مونيا دي. قال لدرجه ان لو مش هتمشي انا عايزه. مع انه على فكره مخلف 5 و6 و7 لانه كان عايز يخلف. الموقف ده بقى اللي انا خلاني جوايا انا اتكسرت. وانت لسه معايا؟ انا اتكسرت ودموعي عينيك قدام عينيا. يعني انا اتكسرت وانت عايز تخلف وتقول لي انا هاخدك وكل الناس في المستشفى حوالين مني بيتوشوشوا. مش عارفه يتوشوشوا في ايه. ويقولوا لي ده بيحبك قوي ده بيقول انا عايزها كده.
انا مش هخلي يعني، انا مش همشي على رجلي، مش هخلي. عايزني لسه؟ اه عايزني. انت فقدتي الامل في نفسك خلاص؟ بس هو كان متوقف فيكي؟ انا بصراحه يوم ما اتكسرت في ظهري اتكسرت بجد يعني، ما كانش ظهري بس، اتكسرت داخليا جدا، وامنت بكلامه جدا ووثقت فيه ان الحياه والاستقرار والاسره اهم من اي حاجه في الدنيا. لا لا يعني الرساله الحقيقيه ليكي زوجه وام، دايما يقول لي كده. حتى بعد ما سيبنا بعض، بعد منه انا حوالي سنه وشويه تقريبا، سنه وشويه عماله ادور عليه، عماله ادور على الحياه والاستقرار. اللي بيها جوزت المنتج ممدوح يوسف، ولما اتجوزته حكيت له الحكايه دي كلها، وقد ايه احترم الراجل ده جدا. لان انا طبعا لما عملت الحادثه حبيت ان انا بعد ما اقوم تاني وحاول يقومني، وربنا طبعا قبل منه قال لي خلاص، وقالها لي شرط بقى خلاص، يعني 3 سنين وهاخد ايه تاني؟ خلاص انت ظهرك اتكسر، ايه تاني؟ فطبعا مش عايزه اقول انا مكسوره، بس قلت له حاضر، بس وعدت. ممكن يكون دماغي لعبت شويه مع نفسي، ونزلت حفله كانت مع مصطفى قمر، وكنت عارفه انه هيعرف، بس كنت فاكره انه هيسامحني، لكن واضح ان هو كان برج الاسد. خلاص هو خد وقت طويل قوي وصبر جامد، كانت هي دي الشعرايه بقى. ما كنتش اعرف، كنت واثقه بقى عشان بيحبني قوي ان هو هيسامحني يعني. لو اقول لك دورت عليه بكل الطرق ما عرفتش الاقيه، مش هتصدق. دورت بكل الطرق، وبعدين شفت ممدوح يوسف ومامتك ابو ولادي، اب حد جميل بيحب بناته جدا، واب جميل وراجل جميل، ورأيت النصيب كده اتجوزنا، ربنا اراد الحمد لله ان جبت محمد واهلي. بعد الانفصال ارتبطت باستاذ ممدوح. انفصلت ليه؟ يعني بعد انفصالك خطيبك الاولاني اتجوزتي امتى من الاستاذ ممدوح؟ الاستاذ ممدوح يوسف انا اتجوزته بعد ما قعدت ادور على خطيبي ده سنه وشويه تقريبا. بعد الطلاق يعني، بعد ما الغريبه جدا اللي انا مش قادره اتخيلها، ان انا قعدت 9 سنين زوجه لممدوح يوسف وما اعرفش اي اخبار عن الانسان ده خالص. اتفاجئت ان هو عارف كل حاجه عني، ولما اتطلقت ظهر في حياتي. انت ظهرت في حياتي ليه؟ متابع اخباري بالشكل ده؟ متابع اخباري كده؟ قال لي اه. طب انت سبتني ليه؟ طب انا غبيه جدا ان انا عايزه اقول لك انا بسيب الفن عشانك، مش اتكسرت فهسيبه. قال لي على فكره انت غبيه جدا انك تقولي كده، ما كانش المفروض طبعا تتوقعي ده. انت لما عملتي كده انا خلاص، انا قايل لك مش هتشوفيني. قلت له اديني اتجوزت حد غيرك. قال لي خلاص هنتجوز. فرحت جدا طبعا جدا، ونزلنا عشان نختار البيت ونختار كل حاجه، وقعدنا يعني بتاع بعد 9 جواز وانفصالك رجع تاني وقال لك خلاص احنا اتصالحنا وهنتجوز. اه طبعا. بصي انا قعدت معاه حوالي 3 اسابيع ندور على البيت ونحاول ان احنا نشوف الحياه وهنتجوز ازاي، وهو يقول لي لا انا اولادي واهلي كلهم في التجمع، وطبعا اولاده عارفاه معرفه شخصيه، وزوجته ومامته الجميله. طب متجوز هو؟ اه طبعا. وانا اصلا ما كانش في دماغي فكره ان اتجوز حد متجوز، ولا عيله برضه صغيره مش في دماغي خالص حاجه زي دي. لكن هو اللي خلاني حطيت جوايا باللي بشوفه بيعمله لمراته وولاده، وان مراته تكلمني وان ولاده يكلموني. ففكرت ان الموضوع ده يعني الموضوع عادي، حتى لو المجتمع بيرفضه ساعتها فكرت انه عادي يعني. وبعدين قلت حلال ربنا. لما اختفى من حياتي بدور بقى على الاستقرار، عليه في الاستقرار اللي كان قايله لي، فما لقيتوش. فلقيت المنتج ممدوح يوسف من ضمن ناس كتيره يعني، ما كانش ممدوح يوسف بس، نصيب جه مع ممدوح يوسف. وقتها هو اكبر مني ودماغه حلوه وراجل ناجح، حصل نصيب. لما انفصلنا للظروف بتحصل لاي حد واي زوجين بعد 9 سنين، وظهر في حياتي تاني سبحان الله. دورنا على البيت وجهزنا وبنجهز ونعمل، وخلاص بقى كنا هنروح نجيب الفساتين، وثلاث ايام ده فرح 3 ايام. قال لي جمله اعتقد ان انا مش غلطانه ان انا
ان انا ما ارتبطتش بيه. انا غلطانه يعني، انا كان نفسي ارتبط بيه بس امومتي هي اللي ضغط عليا اكتر. قال لي خلي بالك محمد وادم هيبقوا اولاد ممدوح يوسف، الولاد اللي ان شاء الله ربنا يرزقنا بيهم هيكونوا ولاد فلان الفلاني. انا رديت رد طبيعي اي ام هترده، قلت له كلهم ولادي. قال لي لا دول انا مش هقصر معاهم وانا مش هتخلى عنهم، لكن برضو بعدها لك ولادي غير دول ولاد ممدوح يوسف ودول ولادي. ما قدرتش بصراحه اكمل، هو ده هو ده اللي ما خلنيش اكمل. السبب ان هو يعني مش عايز اولادك يعيشوا معاه؟ لا عايز، ولا لا 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 عايز ويعيشوا معاه ومش هيأثر معاهم، بس كلمه ان دول ولاد فلان ودول ولاد ولادي حسستني ان كده هيبقى في عندي ولادي كلهم، دول خمسه او سته او زي ما يكونوا اثنين مع ثلاثه ومع واحد كلهم ولادي، انا ام واحده. طب انت ليه قلت لي كده؟ غصب عني خوف، امومتي ضغط عليا غصب عني غصب عني. اه حب بس ما دي الامومه اقوى من الحب. ايوه وده اللي حصل يعني، انا مش مرتبه لها، انا لقيت نفسي مش قادره مش قادره يعني، لا ما قدرتش. وبعد ما رفض فكره اولادك هو يمكن فصلت عنه؟ هو ما رفضش اولادي، هو رفض فكره ان كلهم يعني، انت عارف لو كان قال لي حتى ساعتها ايه؟ ولادي بس. لكن هو لا ده قالها لي بحزم، بس انا عارفاه زي ما قال لي بالظبط. هي تصدق بقى انت فكرت هي هي لو رجعتي للفن مش هتشوفيني. هو حازم جدا قال لي الجمله دي، دول ولاد ممدوح خلي بالك، قال لي خلي بالك دول ولاد ممدوح يوسف ودول هيكونوا ولاد فلان الفلاني، مش هقصر معاهم. بص اقول لك على حاجه، مستواه عالي قوي 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 قوي. اللي انا فكرت فيه ان هيبقى فيه ولاد شايفين مهما هيجيب لهم ولاده هيبقوا الاقوى، فانا لا بص انا الامومه هي اللي طلعت طغت طغت. ما شفتش غير انا لحد ولادي خط احمر. لا انا بقى اللي ساعتها سبته، كان مستني ان احنا بقى نكتب الكتاب والمفروض ان احنا هنروح الشهر العقاري، فانا بقيت رد عليه وانا اللي بعت له مسج قلت له على فكره انا مش هقدر اكمل معاك وانا ما اقدرش افصل ما بين ولاد وولاد، وما بقيتش ارد عليه خالص. وبعدها على طول على فكره ما خدتش وقت، اتجوزت الجوازه الثانيه وحسيت ان انا احتمال ان انا بخرج من حاجه بسرعه علشان يعني الحق نفسي مش عارف. لكن كل اللي انا شفته ان انا اتجوزت انسان اول مره يتجوز ما يقوليش ولادك ولادي، بصيت ان هو برضه اتجوزت عشان ولادي حبوه يعني، اتجوزته لما ولادي حبوه، ده اللي لفت نظري اكتر من اي حاجه، والاهل وكل الارتباط العائلي الحلو قوي الجميل ده. وبعت له بقى لما جيت اتجوز عشان قلقت بصراحه لا يبعت لي مسجز ولا اي حاجه وانا هكون ست متجوزه، قلت له انا اتجوزت واتمنى لك حياه سعيده و قال لي الف مبروك. ما شفتوش تاني. قال لي الف مبروك، لا ما ظهرش تاني. طبعا انا قلت امبارح وعرفت اول امبارح ابني قال لي هو اسمه ايه وعرفيني يا مامي انا شخص زي ده، حتى كلم بابا قال له يا دادي مامي بتقول كذا كذا، قال له اه فعلا. فكان حد كوش ليها قوي حكت لي عنه والاخواتها والباباها والمامتها، فقال لي مامي قعد يتحايل انه يعرف بصراحه، قلت له انا هقول لك بس ما تقولش لحد. وبعدين عمل سيرش بطريقه انا ما عملتهاش، فقال لي هو ده انا شفت الصوره، لاني شفت مش قادره اقول لك اني شفت ايه، شفت خدت نفس الزمن ده ما شفتوش بقالي كتير، بقى ما شفتوش حوالي مثلا 10 سنين ونص مثلا تقريبا. فاول ما شفته قلت له ايوه هو ده، كنت في مكياج ونازله على فكره، كان عندي ندوه ومؤتمر وكنت فول ميك اب ونازله خلاص نازله، انا انهارت بقى يوم. قال لي بقى ده هو اهو هو دايما. بصيت على الصوره بعد ما بصيت قلت له اه سعيده جدا، صعب قوي الاحساسين في بعض. قال لي ده مات، قلت له ايه
انا بصي اول ما قال لي انا مات دي يعني ندمي زاد شويه كده وتعبت تعبت لي يومين، بس قلت لنفسي الحمد لله انا عرفت هو فين، مكان احلى بكتير، انه كان انسان كريم قوي وطيب قوي، مش معمونيه بس مع كل الناس ربنا يرحمه. بس بعد ما انت فصلتي عنه، يعني انت فصلت عنه بمزاجك، ليه لما توفى قلت الحب عمره ما بيموت؟ عشان كده بقول لك هو ما ماتش، هو عايش. الحب عمره ما بيموت، ودايما اقول الراجل اللي يحب ست وست تتاكد بمواقفه مش بالكلام انه بيحبها، ضوافر رجليه ضوافر رجليه كده حطها على راس راسها، والراجل ده ما يكسبش. الحب بالنسبه لك عطاء، العطاء بالتحمل بالصبر المواقف الحلوه. اكيد اكيد. احنا بنتكلم في البرنامج او انا عموما يعني بقدم برنامج ان احنا بنقول زوجة الرابعة، وبنخاطب كل الجهات المعنية عن حقوق المرأة المطلقة والأرملة والملقبة بالعانس، وبنقول يعني بما ان المفروض ان احنا الحاج متولي خاطب الموضوع ده من 22 سنة تقريبا، وده كان موضوع مهم جدا وكان عنده له نظر بعد كبيرة جدا. بعد 22 سنة احنا وصلنا للي كان هو خايف منه. ده اصلا مبدئيا يعني في الاول انت قلت انك تتجوزي وتبقي زوجة كاملة. انا قلت فين؟ قلت فين اني اكون زوجة تانية؟ في البداية. انا كنت طبعا لما كنت متجوزة ما كانش حد عارف ان انا زوجة تانية. فلما انا عشان صريحة بتسألني دكتورة علا سرحان في البرنامج فبتقول لي المهم الغريبة قوي ان كل واحدة متجوزة زوجة تانية تقول لك لا انا ما اقبلش ابقى زوجة تانية. على فكرة يعني وهي زوجة تانية اصلا. فاهم؟ وتالتة ورابعة. انا ست صريحة. فانا بالنسبة لي رضيت قلت ان انا زوجة تانية. وفخورة اني زوجة تانية. ولو رابعة كنت فخورة رابعة وثالثة ما حصلتش لسه. الله انا خلاص انا حبيبي ده مش هيخرج من قلبي. انتهى بالنسبة لمنيا اي جواز. حبيبي مش هيخرج من قلبي. يعني انت دلوقتي بتحسي ان طبيعي ممكن عادي اي حد يتجوز يعني يمشي بشرع ربنا مفيش واحده ترفض ليه والناس ماشيه في غير شرع ربنا فانا اللي هخليهم يمشوا بشرع ربنا الجواز في يعني سيدات كتير بتبقى رافضه موضوع ان جوزها يتجوز عليها اكيد كل واحده بترفض ان جوزها يتجوز عليها على فكره وبعدين بتتقبل على فكره دي حاجه ثانيه برضو بالمناسبه ونظره المجتمع ودخول المجتمع في الحياة الأسرية بيبوظها خصوصاً إن إحنا لسه بنقول بنواجه مشكلة كبيرة الأرامل المطلقات العوانس فين مشاكلهم وهو شرط اللي يتجوزها يكون واحد متجوز مع إن ده بيحصل على فكرة مش مستنيني أنا أخليه يحصل هو شرط كمان إنه ما يتجوزش المطلقة وما يتجوزش الأرملة عشان كده الدكتورة ندى أبو القمصان بتوجه رسالة من أسبوعين أو ثلاثة في عجز 1,750,000 وعايزين نستورد احنا هنستورد عشان يتطلقوا برضه على فكرة على فكرة ان مشكلة الطلاق ما اتحلتش وهنستورد يعني عليك يا بنات مصر انا زعلانة والله بقول لكل واحدة الانسان اللي يمسك فيك ويحبك شيليه على راسك مش هقول اكتر من كده والحب مفيش احلى منه في كل العلاقات اصدقاء اخوات اهل جيران اتنين متجوزين اتنين مخطوبين اتنين انفصلوا يكونوا برضو بينهم الحب الحب ده بيحقق كل نجاح في الدنيا كلها مش العلاقات بس ممكن بقى تسمعيني حاجه مش قادر والله والله يعني. طب انا هقول لك على حاجه هقول لك بقى مش عارفه هتيجي ولا لا مقطع كده بسيط من اللي انت حاسه حبيبي خليك معايا حكايتنا اجمل حكايه اجمل حكايه حبيبي خليك معايا حكايتنا أجمل حكاية
أجمل حكاية حبيبي حبيبي. هو أكيد معي. طبعتهولي بقى ها اقعدوا بقى.